السلام عليكم، معكم اليوم ام البلد. فوالا كيما شفتوا في الفيديو اليوم قلت لكم كيفاش نديروا الرشطه. كيما كنتوا تشوفوا هنا عندي القدر تاعي فيها الزيت، فوالا درته يسخن، نديروه مع مرصو تاع الزبده. فوالا وكنديروا الزيت تاعنا يتقلى في هذيك الزيت. نروحو نقلو هذاك الزيت تاعنا. انا الزيت تاعي شوطتو وغسلتو بالماء والملح ودفتو شوية تاع خل. فوالا نخلو الدجاج تاعنا يتحمر شوية. فوالا هنا الدجاج كل واحد واش يدير، وراه على حسب أفراد العائلة تاعو. هنا من بعد ما الدجاج تاعي يتقلى كنغسلو، نخلو البلة تاع العريان. هنا راح نديرو البصل تاعي بكل تركيزو. أنا راح نديرو البصل تاعي، أنا عندي زيت حبات كبار نخلو الدجاج تاعنا يتحمس مع هذاك البصل اللي درتو. هنايا انا عندي الحميصه نغلي فيها اكوتي، انا الحميصه نحبها جديده. فوالا كي تدخلها نص طياب روح اللوحه من بعد في القدره. هنا راح ندير الخضره تاعي. هنا عندي اللفت، انا عندي حبات تاع لفت نقيتهم مع زوج، عندي حبة تاع زرعية. فوالا نعرفو الرشطة تحب اللفت. خلاهم يتحمسو كامل مع بعض ونروحو نديرو لي زيفيس تاعنا. هنا عندي شوية تاع فلفل كحل، فوالا عندي قرفة تاع العود شلتها. هنا عندي الملح، الملح عيدكم هي مزينكم. فوالا ونديرو شوية سكنجبير كيما نعرفو الدجاج يحب السكنجبير. فوالا نروح نحطو كامل مع بعض. هنا المرقة تاعي تحتاج شوية تاع ماء باش متلصقليش. هنا راح ندير الحميصة تاعي اللي كنت قلت لكم نطيب فيها. اللغة تكمل غياب. فوالا ونروحو نمرقو المرقة تاعنا. هنا راح ندير الماء السخون تاعنا. نحو كامل البصل صوب كوتي ونخلو المرقة تاعنا طيب، نغطوها ونخلوها طيب حتى يطيب لنا الدجاج تاعنا. ونطوندو انا نروح نفتح الرشتة تاعي. هنا هاديك الرشتة تاعي نروح نفتحها. انا هنا الرشتة تاعي كانت في الكونجيل، فوالا جبتها دي كونجليتها. نروح نفتحها بالعقل غير بالزيت. نفتحو غير بالعقل الرشتة تاعنا. هاي ليك الرشتة تاعي بعد ما فتحتها كيما كتشوفو. فوالا الحمد لله ما صبتش فيها والو تاع لي ديفانسيبوهم مربوطين كش معقودين هكداك شو يجو معجنين. فوالا فتحتها كامل بالزيت ودوك راح نفورها على المرقة. فوالا ونغطي الكسكس تاعي. هاي الرشتة تاعي بعد ما فارت لي. فوالا كما كنت تشوفو نروح نحوها. انا هاي الرشتة تاعي. نروحو نديرو لها الملح والماء. هنا الملح ونروحو نديرو الماء تاعنا. الماء هنا عندي نص ريتلة، نروحو نشوفو شحال راح نديرو. فوالا لي تجي سخونة يقدر يديرها بالفرشاطة. فوالا أنا هنا الرشتة تاعي نخليها تشمخ
باش من بعد نعاود نفرها تفويره دوزيام. انا نعزل شويه تاع ما خاطر ما تشبخ ما تروبوزي تشرب الماء هذاك الماء. ريحه لفت فيها سكيفار تاع المرقه. انا دوك نخلوها حنا هكذا فوالا، منين دات نجيو نخلطوها ونشوفوا لا شربت، نزيدوا الماء ولا ما نزيدوش. فوالا فوالا كي بغيتو تشوفوا هنا، شوفوا الرشته تاعي شربت لنا كامل هذاك الماء. فوالا شوفوا رشتك تكون مليحه تتفتح وحدها وحدها. فوالا هنا نروح نزيدوا لها شويه تاع ماء ونروح نديروها تفور تفيره دوزيام. فوالا شوف تفتح وحدها وحدها، نروح نفورها تفويره، نزيد لها المعفن خليها تشرب داك الماء ومن بعد نروح نديرها تفور. هلا نغطي الرشة تاعي ونخليها حتى تشرب هذاك الماء كامل. هلا هاي ليك الرشتة تاعي بعد ما ربطت. فوالا انا هذيك نص ريتلة تاع الماء خليت منها غير شويه، فوالا حوالي نص ريتلة تاع ماء اللي درتها مع الرشته تاعي. فوالا تجي كامل، شوف كش مفتوحه. فوالا نعمر الكسكس تاعنا ونديروها تفيره دوزيام. هذيك الرشته تاعي نحيتها بعد ما فارت لي، انا درت لها مرسول تاع زبده. فوالا كيما كنت تشوفوا هنا المرسول تاعي ماشي كبير، كيما نعرفوا الرشته ماشي كيما الطعام ما تاكلش الزبده بزاف. فوالا هاي ليك الرشته تاعي بعد ما وجدت كيما كنت تشوفوا فيها هنايا. هنا درت لها مرسول تاع الحار، وانا حميت هذيك هاي طيبه، وهنا هاي ديك المرقه معانا. فوالا المرقه بيضاء، فوالا نسقوها كامل من فوق. فوالا كل واحد يسقي شحال حاب. فوالا فوالا هذه هي الرشته تاعنا تاع اليوم. الدجاج تاعنا طيب ياك تشوفوا. هلا ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجوا معنا هذا الفيديو، هكا يلحقكم غير جديد. سلام.